بقول كده ليه؟ عشان مهم قوي ان انتوا تعرفوا ان دور الجيش في المشروعات ديت، ان كان في دور للجيش، هو دور اشرافي، دور اداره عمل، التزام بان المشروع ده يتخلص في 20 شهر يخلص في 20 شهر. لو في مشكله يبقى المشكله دي بيتم حلها بسرعه، عشان الالتزامات اللي احنا بنقولها في مشاريعنا بالتوقيتات اللي احنا بنحددها هي توقيتات مهمة لينا، ان احنا طبقا للتخطيط الاستراتيجي المعمول على 10 اقاليم زي ما دولة الرئيس تحدث وقدم. فعشان ده يتنفذ قلنا ان احنا نخلي في جهة اشراف واحدة تستطيع ان هي من خلال اشرافها ده انها تحقق الانجاز في التوقيت المحدد. بس انا عايز اقول حاجة، يعني النهاردة هل كل الكلام ده بيتم في كل مشروعات مصر؟ هقول لا. يعني هل مثلا وزارة الكهرباء القوات المسلحة بتقوم بدور اشرافي على الشركات اللي بتنفذ مشاريعها؟ لا طبعا، ده موضوع فني 100%، وبتقوم بوزارة الكهرباء. لو في جزء اشرافي لشركات مدنية بتعمل في الموضوع يبقى القوات المسلحة تبقى موجودة، زي مثلا 3 محطات بتوع الكهرباء اللي هم اللي احنا عملناهم الكبار دول بتوع سيمنز، احنا كان في شركات مدنية اللي بتقوم بالجزء الانشاء المدني، فكانت القوات المسلحه بتشرف عليه. انا حبيت اقول النقطه دي بشكل واضح لينا ولكل المصريين، حتى لان حتى ده محتاجين ان احنا الاعلاميين في مصر يبقوا متاكدين منه ويتناولوه، عشان الانطباع والصوره اللي بتتصدر عن العمل اللي بيتم ده يبقى احنا متاكدين ومطمنين ان ده بيتعمل بواسطه شركات مدنيه. ما حدش يقدر، القوات المسلحه ما عندها، يعني اقول ايه، معقول ان حد يتصور ان احنا عندنا عمالة تكفي 5 مليون انسان يشتغل؟ مش ممكن. ده كلام مش يعني مش له موضوعي ولا هو منطقي ولا حاجة. وبعدين الجيش له مهام كثيرة جدا جدا، سواء جوه سيناء او حدودنا الغربية مع ليبيا، او حدودنا الجنوبية مع السودان. فانا عايز اقول بس النقطة دي نقطة مهمة، وارجو ان احنا كمسؤولين نتكلم فيها ونأكدها، وكاعلاميين